عايزه اطلع اقول لكم ابو حماده على وسام ربنا يرحمها يا رب يحسن اليها. بجد انا طالبه اقول لكم كلكم تدعوا لوسام ربنا يرحمها. لسه عارفه اللي هي توفت النهارده. كان في موضوع كده وهي زعلت وجالها جلطه وتوفت. هو كان بقالها كان عندها جلطه بقالها كام يوم ولسه متوفيه النهارده. بالله عليكوا دولا الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. ربنا يرحمها ويحسن اليها. ربنا يرحمك ويسامحك يا رب. ربنا يرحمك ويسامحك. بالله عليكم كل اللي بيسمعني دلوقتي ده انا بالرحمه ويغفر له. انا لو اعرف اللي دوت هيحصل له او هتتعب او هيجرى لها حاجة كنت قلت لها خلاص ما تزعليش خلاص اعتبري اللي ما فيش اي حاجة. وانا ما قعدتش معاها كتير. هي جات لنا قبل كده هنا عند اخويا وقعدنا معاها قعدنا مع بعض كتير قوي وطلعت معايا على اللايف. انتوا شفتوها معايا على اللايف قبل كده. احنا لو هنعرف اللي دوت هيحصل لها احنا كنا قلنا لها خلاص احنا مش زعلانين وانت ما تزعليش مفيش اي حاجه. ازاي احنا ما كناش نعرف اللي يحصل لك كده. الله يرحمك يا سيدي. الله يرحمك الله يرحمك. كنت اقول لها خلاص ما تزعليش واحنا مش زعلانين مش حاجه بس قومي عشان خاطر عيالك عيالها لسه صغيرين. ربنا يرحمك ويحسن اليك. ربنا يرحمك في الجنة ان شاء الله في الجنة. يصبر اولادك يا رب يصبر اهلك على فراقك ويصبرنا عشان انا بجد زعلانة قوي. زعلانة قوي عليها والله. ربنا يرحمها ويحسن اليها. بالله عليكم كل اللي يسمعني يترحم عليها كانت عزيزة قوي علينا برضو والله كانت عزيزة علينا. حتى لما اللي حصل احنا ما كناش مصدقين. فبالله عليكم كل اللي يسمعني يدعي لها ربنا يرحمها ويحسن اليها في الجنة ان شاء الله. يا حبيبي قلبي في الجنة. انا كنت مستنياها اللي هي كانت جاية مصر تاني وانا كنت مستنياها وكنت قاعدة اتكلم معاها. كان نفسي تبقى جنبي هنا عشان اروح اشوف
انا ما كنتش مصدقه والله. عمال اقول لهم يا جماعه اتاكدوا، يا جماعه اتاكدوا، والنبي اتاكدوا. والله لو انت جنبي كنت روحت لك. انا ما اعرفش اروح امريكا. هي عايشه في امريكا يا جماعه، فلسطينيه وعايشه في امريكا. فربنا يا ربي يا حبيبه قلبي يرحمك ويحسن اليكي ويصبرنا ويصبر اولادي ويصبر اهلي. والله ما كنتش عارف اللي بقى هيحصل. والله لا عليكم كل اللي بيسمعني يدعي لها بالرحمة، ربنا يرحمها ويحسن إليها، ربنا يغفر لك ويسامحك يا رب. يا رب يجعلك من أهل الجنة، يا رب يجعلك يا وسام من أهل الجنة، يا رب يجعلك يا وسام من أهل الجنة يا رب. يا رب احط عباك النبي يجعلها من أهل الجنة يا رب والنبي. بجد بجد زعلتينا قوي يا وسام. والله فريق زعلنا. يا رب ارحمك حبيبي قلبي يا جماعه. ادعولها بالرحمه والنبي ادعولها بالرحمه. يا رب كل اللي يدعي لك يقعد بحظك ونصيبك الدعاء اللي هيدعولك يا رب يا وسام. ربنا يرحمك يا حبيبتي ويحسن اليكي يا رب ويثبتك عند السؤال ويجعل مسواكي الجنة ان شاء الله. حبيبة قلبي يجعل مسواكي الجنة. بالله عليكم الحياة اغلى حاجة عندكم، لا تدعوا لها، تدعوا لها ربنا يرحمها يا رب ويحسن اليها ويصبرنا، صبرنا على فريقك ان شاء الله وعلى الزعل اللي انتي حاطتيه في قلبنا لما مشيتي. يا رب يا رب يرحمك ويحسن اليك ويغفرلك، يا رب يسامحك ويغفرلك يا رب.